مقتطفات من رواية سماء وسبعة بحور، أمعن في شرح تفاصيل جغرافيا البلاد وتاريخها ومعالمها وآثارها وبحارها وأنهارها ومواطنيها، وأجيب بثقة مطلقة عن كافة الأسئلة المطروحة، أرفع حاجبي خلال تلقي الأسئلة، وأشكل قسمات وجهي لبيان استيعابي الاستفسارات، وأرسم ابتسامة سمحة على شفتي، أحرك يدي يمنة ويسرى للتأكيد على ما أقول، أسأل عن المسافة بين نقطتين فأجيب، أسأل عن التاريخ فأتفذلك، أسأل عن أحداث متعاقبة فأروي، أسأل عن تباينات فأنفي، أسأل عن الأرض فأحكي، أسأل عن دورة حياة طفل يكبر أسفل زيتونة في البلاد فأصمت. ما أكذبني، أخجل من مكاشفة السائلين بأن كل إجاباتي ما هي إلا تراكم سماع أحاديث الكبار والصغار ومعلومات جافة وردت في كتب صماء. أخجل من مكاشفتهم بأني أتعامل مع البلاد كمستكشف يمرر يديه على خارطة رسمت بطريقة برايل، وأخجل من غربة قصرية التي أدت إلى أن أتحدث عن البلاد كما يتحدث مناديب شركات السياحة عن عوالم لم تطأها أقدامهم. لست مسؤولا عما حل بثلاثة أجيال من اللاجئين، ولا فرد من تلك الأجيال مسؤول عما حدث وعما آلت إليه الأمور، لكن تيها علاقتي بالسروي والزيتون والعوسج وسوسن الفقوعة وعصفور الشمس يؤرقني ويكشفني. فصل الجسر. تحرك السائق وفضول بين مرسوم على قسمات وجهه الحنطي، استغل وقت ربطه جهاز الانترنت بولاعة السيارة وتفعيل الخدمة ليثبت لنفسه صحة قراءته لي. أنت من سكان الضفة؟ لا. من سكان 48؟ لا. ضحك ظافرا. كنت متأكدا. أعمل على الخط منذ 30 عاما وأحترف معرفة سكان الضفة والداخل والقادمين من غزة. أعرف أيضا من يعيشون في أمريكا وفي الخارج ويعودون إلى فلسطين. من لا يعمل تاجرا أو مسؤولا يستحيل اكتفاؤه بحقيبة صغيرة مثلك، تكون الحقائب كثيرة ومرسومة بأسماء وأرقام خشية ضياعها أثناء تنقلها من باص إلى باص. وأما الطريق الأوضح فهي استكشاف روائح حقائبهم الفواحة، فمهما احتوت على عطور تعرف حقيبة الفلسطيني من رائحتين الزعتر والميرمية. ظهر شبح جندي من شمع يحرك يده بنمطية لسائق الباص ويأمره بالتحرك. تأذن سبابة هذا الشبح ل55 قصة ورواية في الباص بالمرور نحو امتداداتهم الأسيرة، نحو سمائهم الجريحة، ونحو رائحة البحر الهائج الطواق لتمسيد أربابه لا سائحيه. يتحرك الباص، يسير 10 دقائق أخرى، يصل ساحة مليئة بالمواطنين الواقفين في طابور تلو طابور، واحد للحقائب الملقاة أرضا، آخر للأوراق، ثالث للجمرك. السفلة أصبح لهم جمرك أيضا، كأنهم دولة. صراخ وصياح، ويعلو حرف الخاء في كل مكان، لغة الجنود تبعد عن الأرض التي تطأها أقدامهم، لا كيمياء بين لون البشرة والطين المحيط، بل لا لون واحدا للبشرة. كهائم مسلوب القرار أفعل مثل ما يفعله الآخرون، أضع الملصقات على الحقائب وأضعها على التفتيش الإلكتروني، غصة تكاد تمزق حلقي وأنا أحاول منع الدمع من مغادرة مينائه، أعلام الاحتلال التي لطالما مزقناها في مظاهراتنا الآملة تنتصب كالمقاسل في كل مكان، حرف الخاء يتسلل
عبر أذني لينخر عظامي ويمضغ كبدي. اليرموك 83. بالرغم من أنه لم يغادر دمشق وضواحيها يوما، فإنه لا يمقت بقعة على البسيطة قدر مقته لباريس التي أمسى مجرد ذكرها مدعاة للرجفة والكمد. لا يعلم زياد أين تقع باريس وحدودها، ولا برج إيفل ولا الشانزليزيه ولا اللوفر، ولم يخبره أحد عن قوس نصرها، وهو أصغر من أن يخالف فلاسفتها ومفكريها. وبالنسبة له فإن أستاذ حلمي مدرس الرسم في مدرسة الأونروا هو المعلم لا جوستاف كوربييه، لكنه يمقت باريس، باريس التي وحدها من تجعل وسادة أمه غارقة بالدمع. كان يتلصص ودعا أبيه لأمه عند باب البيت الصغير: انتبه لنفسك، انتبه لنفسك، لا تتأخر علينا، انتبه للأولاد. قبلة على الجبين، بندقية على الكتف، وباب يغلق. يسأل زياد: أين ذهب أبي يا أمي؟ باريس. يقترب نحو أمه المسجات على السرير، يسمع أنينها المكتوم، تشعر بحركته فتحاول الصمت وتتظاهر بالنوم. يمسد شعرها بكفه البض، تلمس يده وسادتها الندية، يتظاهر بعدم ملاحظة دمعها، يقبل جبينها ويرقد بجانبها. كلما ذهب أبوه إلى باريس نظم الدمع أبياتا على الوسادة. من فصل مهد الحكاية. قال لي أشرف: إنك كاتب، وأعلم أنكم تفضلون الكتابة عن صمودنا أو عن فظاعة ما ترون. الحقيقة في الحالتين نحن باقون. كل يوم يأتي مئات المتضامنين الأجانب، يتصورون ثم يمضون. نعلم جيدا حدود قدرتهم، ولا تؤخذني وحدود قدرتك. وفي كل الحالات لن نتحرك من هنا إلا إذا جرفونا. قال أشرف: طبعا موضوع إلا إذا جرفونا ليس مجازا بل حقيقة، ويحدث في الكثير من الحالات. وكما قالت نسرين: أن لم يردوا على الأمم المتحدة، ماذا تبقى؟ تحركت نسرين نحو الجدار وتبعناها. انظر هنا، الكتابة بكل اللغات الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والروسية وكل اللغات. وكما ترى حولها شبابنا والمتضامنون إلى جدار للقصائد والرسومات واللوحات. تعاليا من هنا، سرنا 100 متر يمينا، ارجعا إلى الخلف ثم انظرا مليا في الجدار. فعلنا كما قالت حيثما أشارت. كان فنان قد رسم نافذة في الجدار باحترافية فذة، واضعا كل التفاصيل التي تجعل المرء يصدق أنها نافذة تفضي إلى الجهة الأخرى. صورت تل المقابل بتفاصيل زرعه الأخضر وبعض المباني المتناثرة، بل والطرف الآخر من الجدار والسماء الملبدة بالغيم. قلت: فنان فذ. قالت: جميل بلا شك، جميل كلوحة، كرسومات وألوان، لكن ابني لن يستطيع العبور خلالها، ولا لوحة كسر قيود تلك ستخرج لي زوجي من السجن. من فصل بيانو في رام الله. تشدنا عيون العائدين الزائغة، كما تحتاج أنت إلى رؤية البلاد بين فينة وأخرى، نحتاج رؤيتكم لنعيد الثقة في اللاممكن. هنا ترك المصائر للمنطق انتحار، والاستقراء غرس سيف من اليسار إلى اليمين، والاستشراق ردم ما كان وقبول شخوص جدد في عرض قديم. من فصل مسير على إيقاع الهزج. كانت المرة الأولى منذ ولادتي التي أستطيع خلالها القول إنني من هنا. اعتدت كما كل الفلسطينيين أن أجيب على سؤال أنت من أين بقصة لا بجملة: ولدت في كذا، وكبرت في كذا، أصلي من كذا، عائلتي كانت كذا، أبي لجأ إلى كذا، هاجرنا إلى كذا. اليوم أجيب بثلاث كلمات فحسب: أنا من هنا.